على كل حال هبدأ بقى الكلام على طول. وفكرة هنا تاني ان احنا داخلين على سنة جديدة، يمكن الواحد دايما في بداية، دايما البدايات بيبقى فيها تفاؤل، بيبقى فيها كده اصرار ان انت تحقق حاجة ما قدرتش تحققها في السنة اللي فاتت، فبيبقى فيه تفاؤل. فاحنا عايزين ندخل بهذه الروح، وكل انسان تاني هرجع اقول عنده خطة للسنة الجديدة يبتدي يفكر فيها، ويبتدي يفكر كمان هيعمل ده ازاي. يعني مش قصة بس الواحد يتمنى، حلو قوي ان احنا نتمنى، لكن اتمنى وافضل قاعد في مكاني يبقى ما فيش اي حاجه، اتمنى وانا اكرر اخطاء السنه اللي فاتت يبقى ما فيش اي حاجه. لازم الواحد يتعلم من الدروس، لازم الواحد يشوف الخطوات اللي جايه كمان بتحمل ليه ايه، ولازم الواحد يبقى عنده دايما اصرار. تاني الاصرار، يمكن ده هياخدنا الخبر معانا لاحق يعني، بس انا ممكن اذكره سريعا او ادي مثال سريع كده عليه. فكره هنا البني ادم اللي هو بيبقى قادر باختلاف، طبعا حضراتكم حضرتوا الحفله الجميله اللي هي الثانويه، طبعا قادرون باختلاف قد ايه الناس دي. وانا كان ليا طبعا الفخر ان انا كنت ضمن الاعلاميين اللي قدموا هذه الحفله، ومش بس عشان قدمنا الحفله كمان قدام الرئيس، وده اكيد شرف كبير، لكن كمان ان احنا قضينا تقريبا 10 ايام كل يوم مع الاشخاص دول او مع الفئه دي او مع الاطفال دي اللي هي قادرون باختلاف، اللي انت بتشوف كل واحد بيعافر في الدنيا من جهه ما، لكن على الارض هو عنده اصرار ان هو ينجح. وفعلا منهم على فكره بالمناسبه ابطال في رياضات مختلفه، يعني حضراتكم بجد كنتوا جيتوا قعدتوا معهم العشر ايام دول، احنا قعدنا معهم 10 ايام صبح وليل، يعني احنا بالبروفات وغيره، فاحنا على طول مع بعض، تقعد تتكلم معاهم قد ايه في طيبه، قد ايه في اصرار ان هم ينجحوا، وفي أمل. أهم حاجة الأمل، بني آدم ما عندوش أمل بني آدم ده زي ما اتقال عليه ميت، فدايما يقول لك كده في الأمل حياة، الناس دي فعلا كانت ادتنا حياة، عشان كده بنقول خلينا ندخل السنة الجديدة بالأمل، خلينا ندخل السنة الجديدة وإحنا عندنا الروح اللي هو أنا هعمل حاجة مختلفة علشاني، أنا عايز، أنا بحب نفسي، على فكرة حب الذات ده حاجة مش وحشة أبدا، إنك تحب نفسك، إنك عايزها بني آدم أحسن، إنك عايز تنجح، دي مش حاجة أبدا حد يجي يقول لك أنت مغرور، قول له يا سيدي أنا مغرور بحب إن أنا أبقى ناجح، بحب إن أنا أبقى بني آدم أفضل كل سنة، أنا مغرور، ما عنديش مشكلة، لكن اللي حضراتكم شايفينهم دول، وتاني حاجة أقول هنتكلم بالتفاصيل، حاجة بجد جميلة، فكرة برضو اهتمام الدولة بيهم أعتقد دي حاجة رائعة، إحنا ما كناش بنشوف عمرنا حاجات زي كده في السنوات اللي فاتت خالص، يعني بنتكلم عن كذا سنة فاتت قبل ما يبدأوا ياخدوا الموضوع على محمل كده سنوي، يبقى فيه اهتمام وقوانين بتوضع، والمجتمع نظرته للناس دي كمان تختلف، زمان كانت الناس بتخبي عيالها. كان كل واحد عنده مشكلة ابنه كان يخبيه في حتة، يقول لك أنا خايف عليه، أنا خايف الناس تتنمر عليه، أنا خايف العيال في المدرسة يضايقوه، ما بقاش فيه الكلام ده أبدا. حضراتكم بجد هنتكلم تاني بكل الصور وهنقل لكم المشاهد على مدار الحلقة، بس اللي أنتم شايفينه ده هو ده الواقع اللي بيحصل دلوقتي. فربنا يا رب يوفقهم ويوفق كل انسان عنده طموح السنه الجايه ان شاء الله والسنه دي، ونعمل كل اللي احنا نفسنا فيه. اهم حاجه تاني هرجع اقول الاصرار والامل، دي اهم حاجه.